هو اليوم المنتظر لشريحة أطفال التوحد بعد عطلة صيفية قضوها في كنف العائلة، عودة عرفت ارتياحاً وسط الأولياء وبعزيمة من أجل تقويم سلوكيات أبنائهم لإدماجهم ضمن الفصول العادية. لهم الدمج ولازم لهم الأقسام هذو شوية مساعدين، والحمد لله أنا وليدي تحسن، راه كل عام يزيد في المستوى. يعني العودة تاعو كانت موفقة إن شاء الله، ونتمنى لهم إن شاء الله موسم دراسي ناجح. كما نتمنى نقدم بالشكر الجزيل لكل الطاقم التربوي والإداري وكل من والعمال وكل من الصهرة على استقبال أولادنا في أحسن ظروف. جيت معهم على جال أنا المرافقة تاعهم، ما يقدروش يجوا، وخاصة هم في الأقسام الخاصة هذو ما يقدروش يجوا وحدهم، لازم لهم مرافق لازم. من جهتها مصالح التضامن الاجتماعي سخرت كل جهودها ووسائلها من أجل إدماج هذه الشريحة ليصل تعداد الفصول الخاصة إلى نحو 60 فصلا مدمجا. 16 قسم مدمج في أحمد لاكاكزا، يعني هذه بمجموع أقسام مدمجة في الولاية 53 قسم، ورا إن شاء الله يعني بداية الأسبوع المقبل حنزيدو نفتحو 7 أقسام ليصبح العدد الإجمالي للأقسام المدمجة بالشرف 60 قسم. يعني ثمرة الأقسام المدمجة اليوم إن شاء الله راح نشرفوا على إدماج 16 طفل من إدماج جزئي إلى إدماج كلي، ويتمدرسوا في أقسام عادية، وهذه هي ثمرة نجاح وهدف الأقسام المدمجة. هذا وتشهد الساحة الاجتماعية تزايدا ملحوظا في عدد أطفال التوحد، ما يستوجب تكاثف الجهود لتوفير الإمكانيات اللازمة للتكفل الأمثل بهذه الشريحة.